على القلب وجه الوطن لبينا وهيلا وشعبا أصيلا لكنا على القلب وجه الوطن لبينا وهيلا وشعبا أصيلا وكنا قيام الظهور الزمن ليبقى شباب في جيلا بديلا. بذل رجال القوات المسلحة جهودا مكثفة على مدار الأسبوع في مختلف المجالات محليا ودوليا، ومن بينها استمرار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية. تابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش. المزيد في سياق التقرير التالي. تابع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، كما تفقد الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية. مشيرا إلى أهمية اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين، وكذا عناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة. كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر التأمين بشمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي سيناء الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في التصدي والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء. كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى ما يدور في أذهان القادة والضباط والصف والجنود تجاه كافة الموضوعات على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات، مشيدا بما لمسه من روح معنوية عالية والتمسك بالقيم والولاء والانتماء للوطن والاستعداد الدائم للتضحية والفداء للحفاظ على سلامة وعزة مصر والقوات المسلحة التي ستظل الدرع الواقي لمصر وشعبها العظيم. وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء. حضر اللقاء قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة. اختتمت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني T1، وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية أنور السادات من طراز المسترال ومجموعاتها القتالية والفرقاطة شرم الشيخ طراز بري ولانش الصواريخ علي جاد من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرار ألبيون HMS البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللانشات. المزيد في سياق التقرير التالي. التدريب البرمائي المصري البريطاني المشترك T1 في المدة من الثاني
وحتى 11 من نوفمبر 2020. تدريب البرمائي المصري البريطاني المشترك T1. اختتمت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني T1، وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية أنور السادات من طراز المسترال ومجموعاتها القتالية، وسفينة الإبرار البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة. تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا تنفيذ تدريب متميز لتبادل وسائط الإبرار البحري عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها الجانبان. كما اشتمل التدريب على تنفيذ تدريب لحماية السفن التي تحمل شحنات هامة وتأمينها، مع التدريب على عمليات الاعتراض البحري طبقا للمواثيق والقوانين الدولية. وكذا تم تنفيذ تدريب للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية في نطاق عملها. هذا وقد شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات الخاصة البحرية والمحملة على وسائط الإبرار وتأمينها حتى وصولها للساحل، وتنفيذ عملية اقتحام ناجحة للشاطئ تمهيدا لإبرار عدد من المعدات والقوات البحرية. وقد تفقد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية القوات المشاركة في التدريب، وأشاد بما لمسه من استعداد قتالي عالي للقوات وكفاءة فنية عالية للمعدات والوحدات البحرية، مؤكدا على أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات لتوحيد المفاهيم والتبادل ونقل الخبرات، خاصة مع البحرية البريطانية والتي تعد واحدة من أعرق البحريات في العالم. التدريب البرمائي المصري البريطاني المشترك T1. نفذت القوات البحرية المصرية والبحرينية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز سليمان عزت مع سفينة المملكة البحرينية الزبارة، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية. يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية. وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علميا وعمليا، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة الرياضية بالقوات المسلحة. نظمت هيئة البحوث العسكرية الندوة الاستراتيجية للعام البحثي 2020 تحت عنوان الاستراتيجية القومية لمجابهة تهديدات التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن القومي. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي وإيجاد أنسب الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي والإقليمي.